نهار اسود ومنيل. يا اكرم ما تنزل تحجز على ما البوليس يجي. لا لا لا، هو ايه الميه دي؟ انت بليت نفسك ولا ايه نيلك؟ لا بلي نفسي ايه يا فوقيه، ده عرق من الدنيا، حر حر قوي. طب يلا يا حبيب مام من هنا يلا. لا مام دي بجد هتاكلك وهتقطع ايديك دولت اللي انت ماسك بيهم المطوه. يا وليه مش عايزه مد ايدي عليك عشان العيبه. لا جرب مد ايدك عليا يا اخويا. يبقى كده. طيب كده بص انت تعمل ايه؟ جرايه بويكا بقى، انا دافع عنك وانت تعمل نمره قدام البنت وامها. واحنا من امتى بنمد ايدينا على الستات يا غبي؟ بقى استرجل معاك واسترجل معاك وادافع عنك وتقل مني قدام الناس؟ الرجوله مواقف يا ابن حتات. لا يا حبيبي، المواقف دي لما بيجي لك كيلاني بتاع البرشام واديك الباب اللي بتدفعه انا اللي بحلك منه. هي بقت كده؟ ماشي يا بويكا، بتسيح لي قدام ناس ما تسواش يا بويكا. لا وانت اللي تسوى قوي. يلا بقول لك ايه، انا اللي اتدلق عليا الشاي، مالكش دعوه انت. حلو قوي الكلام ده يا بويكا. هي بقت كده وشكلها بقت نوش، والله ما هتصدر لك تاني يا عم. بقول لك ايه يا بويكا، كنت انت وانا حضره شويه وخلي بالي بالنصبه يا شيخ. جو جو حقك عليا، انا اسفه خالص، ما كانش قصدي. سوري. يلا يلا يلا. بسرعه خبي وزن بسرعه، وانت اركب بسرعه. يلا يلا اركب بسرعه. يلا اركب يا دكتوره. يلا يا اكرم مشينا نهرب من البوليس. يلا بسرعه. يلا بينا نهرب. صحيح بسرعه. يلا يلا نهرب. ليه نهرب؟ ليه دول جايين يحمونا يا دكتوره؟ إيه إيه لا لا لا، احنا المتعدين، انا المتعديه على الولد، وبعدين احنا ما عندناش باسبورات وما عندناش اوراق وهما ما عندهمش اوراق. يلا بقى ما ينفعش نمشي يا دكتوره عشان ما نعملش مشاكل مع البوليس. ايوه يا مصطفى. ايه اللي حصل؟ ايوه احنا رايحين للبوليس دلوقتي يا مصطفى. طيب كلمي اكرم بسرعه ولا اقول لك اقفلي هكلمه انا. ما هو اكرم معايا. هو متهم ولا محامي؟ مش عارفه. طب فهميني الخناقه دي حصلت ازاي؟ ضربنا واتضربنا، وبعدين البوليس جه اخدنا كلنا. عنك انت يا دكتوره، عنك. خد اكرم هيقول لك. ايوه مصطفى، ما تقلقش يا اخويا، دلوقتي رايحين القسم وهنعمل الواد ده محضر استك متاستك كده يلبسه على طول. ماشي، طمنوني. طيب قبل ما ياخدوا منكم الموبايلات وهم مدخلينكم الحجز. في حد عايز يجينا؟ لا وراه وراه وراه. يلا يا رجاله، هانت هانت. يلا هيلا هيلا. ما تقولي يا فوقيه معانا عشان نفرح. يلا يا نعناع. هيلا هيلا. زقي يا نعناع. هيلا هيلا. يلا يا نعناع. بس شكرا يا رجاله.